بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيك شباب؟ اهلا بيكم في كورس الماشين ليرنينج باختصار، او كورس تعلم الآلة باختصار. بإذن الله في الفيديو ده هنتعرف على الفروع او الاقسام جوه الماشين ليرنينج. نجيب القلم الجميل بتاعنا، في الماشين ليرنينج انا عندي الماشين ليرنينج عندي تنقسم لثلاث اقسام. اول قسم اسمه السوبرفايزد ماشين ليرنينج او سوبرفايزد ليرنينج، اللي هو ده اللي بالاحمر. وعندي القسم الثاني اللي هو الانسوبرفايزد ليرنينج او انسوبرفايزد ماشين ليرنينج. وعندي القسم الثالث وهو الرينفورسمنت ليرنينج او التعلم المعزز. هنفهم كل واحده بالتفصيل، وهنفهم او هنعرف احنا في الكورس ده هنشتغل على انه قسم منه. طيب نبدا بالسوبرفايز ليرنينج. السوبرفايز ليرنينج هو عباره عن ان انا بدي الموديل بتاعي او الماشين ليرنينج الجوريزم الخوارزميه بتاعتي، بديها داتا وبديها الهدف بتاعي. يعني مثلا بديها مواصفات مثلا لناس، لأعراض مثلا معينة عند أشخاص، وبديها بقول لها هل ده مريض ولا لأ، بديها التصنيف بتاعه. يعني بديها الأعراض اللي عنده وبديها التصنيف بتاعه، ده مريض ده مش مريض وهكذا. أو مثلا بديها بيانات أو مواصفات لشقق أو لعقار، وبديها سعر العقار. أنا هدفي إن أنا أعمل ألجوريزم إيه؟ إن أنا أعمل ألجوريزم اوصف له عقار هو يتوقع لي سعره، يقول له هيعمل كذا، يعني المواصفات دي يعني هتكون بسعر كذا، هيبقى العقار ده بسعر كذا بناء على مواصفاته. او الشخص ده مريض بمرض معين بناء على الاعراض بتاعته، والله عنده السكر عالي، عنده الضغط عالي، عنده مش عارف الكوليسترول في الدم قد ايه. فبناء على الاعراض اللي عنده تمام ببدا احدد او اصنفه هل هو مريض ولا مش مريض بالمرض دوت. فالمقصود من سوبرفايزد يعني او تعلم باشراف، لو جه ترجم منها يعني تعلم باشراف، ان انا بديله المواصفات بتاعت الحاجه وبديله التصنيف او التوقع بتاع الحاجه، وهو يبدا ياخد التصنيف او التوقع ده ويبدا يعمل بينه وبين المواصفات ديت نوع معين من الربط. يبدا يشوف ايه العلاقه، ايه العلاقه، ايه مثلا لو حاجه زادت السعر بيزيد. لو مثلا لو عدد الغرف زاد فالسعر بيزيد. لا والله ده لو عدد الغرف قل السعر بيزيد. يبدأ يطلع لي علاقة بقى بناء على الداتا اللي انا اديتها له. انا مش هديله عقار واحد، انا هديله مئات العقارات او الوفات العقارات، وهو يبدأ يطلع منهم، هو يبدأ يستنتج منهم، يبدأ يطلع لي بمعادلة معينة. بناء على المعادلة ديت يفهم لما اجي ادخل له عقار جديد يبدأ يقول لي ده سعره كذا، او لما اجي ادخله مواصفات مريض معين يقول لي والله المريض ده احتمال المريض ده بناء على الاعراض دي فهو مصاب بمرض كذا. تمام، فهو ده السوبرفايز ليرنينج. الان سوبرفايز ده عكسه. يعني ايه عكسه؟ يعني انا بديله الاعراض مثلا، يعني مثلت على المرضى بديله الاعراض بس ما بديلهوش هو مصاب ولا لا. ايه ده؟ يعني بديله مثلا اعراض الاشخاص اللي عندي، الاعراض عند الناس اللي عندي تمام، ولكن مش بديله الناس دي مصابة بمرض ولا مش مصابة. أو مثلا لو جينا ناخد نفس المثال على العقارات، بديله مواصفات العقارات، مواصفات الشقق أو العقارات، ولكن مش بديله سعرها. طب أمال هو بيعمل إيه؟ هو بقى هنا دوره إن هو بيبدأ يشوف، إن هو بيبدأ يشوف العقارات اللي شبه بعض مثلا، اللي مثلا العقارات اللي فيها عدد غرف قد بعض يبدأ يحطهم في مكان واحد مع بعض، العقارات اللي نفس المساحة مع بعض بيحطهم أو مساحتهم قد بعض بيحطهم مع بعض وهكذا. بيبدأ يحاول إيه يقسمهم لي بناء على الوصف بتاعهم، يعني بيحاول يخلي كل حاجة كده إيه مع اللي شبهها. هو ما يعرفش تصنيفهم إيه أو ما يعرفش أسعارهم إيه، ولكن هو بيحاول بشكل ما وبآخر يطلع لي كده إيه، يجمع لي كل مجموعة شبه بعض مع بعض. طيب قبل ما نتنقل للرينفورسمنت ليرنينج، انا في السوبرفايزد ليرنينج بينقسم عندي لنوعين، نوع اسمه الكلاسيفيكيشن ونوع اسمه الريجريشن. طيب الكلاسيفيكيشن
هي معناها ان انا بتكلم عن حاجه محدده. يعني والله يا بناء على الاعراض دي، انت يا مصاب يا مش مصاب، مفيش حاجه اسمها بين البنين، يا مصاب يا مش مصاب. هوريك صور مثلا لكلاب وقطط، يا اما هتقول لي الصوره دي، ما هي محدده، هتقول لي يا اما دي صوره كلب يا اما صوره قطه، مفيش حاجه ثالثه، هو مفيش اختيار ثالث. انت مدرب على حاجه محدده، او انا مدرب الالجوريزم بتاعي على حاجه محدده، يا كلب يا قطه. والله ده انسان، لا ده مش انسان، هل مريض مش مريض. انما الريجريشن، ده الكلاسيفيكيشن اللي انا كنت بتكلم عليه ده، انما الريجريشن هي انا مع يعني مفيش حاجه محدده. يعني مثلا شبه الاسعار كده، هل انا اعرف السعر هيبقى كام بالظبط؟ يعني مثلا 87,593 جنيه مثلا، مش هعرف احدده بالظبط. ما كل العقار بيختلف بناء على مواصفاته، يعني السعر بتاعه بيختلف بناء على مواصفاته. انت ما حد هيقول طب ما بسوق، ما هو مثلا في الكلاسيفيكيشن، ما انت لو جيت في الكلاسيفيكيشن مثلا في المثال بتاع المرضى، ما انا ما اعرفش، ما هو كل ما اعرفش الشخص ده مصاب ولا لا الا بناء على الاعراض اللي عنده، تمام. بس انا هنا عندي اختيار، عندي هو يا مصاب يا مش يا مش مصاب، يا مصاب يا مش مصاب. انما هنا انا لا، انا ما مش هقول لك دي شقه، مش يعني ما ينفعش اصنفها لك. ليه؟ لان انا ما اعرفش التصنيف بتاعها، هي ملهاش تصنيف، ملهاش قيمة محددة معينة هتطلع، لا ده هي رقم بس. ايه الرقم ده بقى؟ او الرقم ده هيبقى في انه رينج؟ الله اعلم، انا معرفش، تمام. لكن انا عارف ان هو هيبقى رقم، عارف ان هو هيبقى قيمة، ولكن القيمة كام بالظبط معرفش، مقدرش احددها لك. لان اصلا ممكن لو عندي 1000 عقار، ممكن تلاقي كل عقار بسعر مختلف عن التاني، يعني 1000 عقار بـ1000 سعر، فمش هيبقى كده، هي مش حاجة محددة، تمام. غير الكلاسيفيكيشن، انا لو عندي 1000 صوره، فانا عارف انا مدخل له صور ايه، قطط وكلاب وعربيات، فهو حاجه تبقى حاجه من 3، يا عربيه يا قطه يا كلب، تمام. انما الريجريشن لا، الريجريشن تبقى حاجه مش محدده، تمام. طيب ده كده كان في السوبرفايزد ليرنينج. في الان سوبرفايزد عندي حاجه اسمها الكلاسترنج او العناقيد، العناقيد يعني. طيب العناقيد زي ما قلت لكم، هو الكلاسترنج او الانسوبرفايزد، هو بيشوف الحاجه اللي شبه بعض يحطها جنب بعض، تمام. زي ما شرحنا في المثال، فهو اللي بيعمل كده دي حاجه اسمها كلاسترنج، بس هو ما فيهوش انواع كتير، ما فيهوش كلاك كتير الانسوبرفايزد. طيب احنا في الكورس ده هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على السوبرفايزد ليرنينج والانسوبرفايزد ليرنينج، وفي السوبرفايزد هنشتغل على كلاسيفيكيشن وريجريشن، وطبعا هنشتغل هنا على الكلاسترنج. يبقى احنا في الكورس ده هنشتغل على السوبرفايزد ليرنينج وهنشتغل على الانسوبرفايزد ليرنينج. طب الرينفورسمنت ليرنينج او ترجمته كده التعليم المعزز، يعني ايه التعليم المعزز؟ التعليم المعزز او الرينفورسمنت ليرنينج دوت عامل اكنك عندك طفل، اكنك عندك طفل صغير. الطفل ده لما بيعمل حاجه غلط بتزعق له عليها او بتضربه عليها او بتقول له لا ما تعملهاش، تمام. ولو عمل حاجه صح بتسقف له، بتقول له شاطر، بتدي له شوكولاته، نفس الكلام. في الرينفورسمنت ليرنينج او التعليم المعزز او التعلم بالتجربه، التعلم بالتجربه هو عباره عن ان انا بعمل الجوريثم او موديل. الموديل دوت بيبدا مثلا يعني والله اديله صوره، اديله صوره، هو يشوف لي صوره، يقول لي والله انا متوقع ان دي صوره كلب. لو هي صوره كلب بقول له تمام صح، الله ينور انت شاطر، بديله نقطه يعني. طيب لو طلعت غلط بقول له لا غلط، انت كده غلط، فاقوم خاصم منه نقطه، فاكن يعني بعلمه بالثواب وبالعقاب. لو عمل حاجه صح بديله عليها بوينت او نقطه، تمام، فبيعرف ان هو كده صح فبيكمل على نفس الطريقه. لو عمل حاجه غلط بقول له لا انت كده غلط، فبعاقبه او بخصم منه نقطه، فبيعرف ان هو عمل حاجه غلط فبيصلح من سلوكه او بيعدل من نفسه في الالجوريزم. دي فكره الرينفورسمنت ليرنينج، والموضوع فيه كبير جدا وداخل فيه الديب رينفورسمنت ليرنينج، موضوع كبير جدا، فاحنا مش هنتطرق، احنا هنركز على الفرعين الاساسيين اللي هما السوبرفايزد والان سوبرفايزد، تمام. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا المحاضره، هي ما فيهاش حاجه، يعني محاضره بسيطه وسهله وصغيره كده كيوت، تمام. وان شاء الله من الفيديو الجاي نبدا نشتغل في الداتا او نبدا نبص على الداتا، تمام. شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.